بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع لقاء الأربعاء. هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا اليوم. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بداية هذه الحلقة بتفسير الآيات المباركات في سورة التحريم من أولها، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات من أول سورة التحريم عاتب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة حصلت منه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حرم على نفسه مارية القبطية التي هي سرية له، أو أنه حرم على نفسه العسل، وذلك بسبب أن زوجاته لمنه في أنه ذهب إلى مارية وسقته عسلا، فأخذتهن الغيرة من ذلك، فعاتبنا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه مارية، أو حرم على نفسه العسل، وهما مباحان ولا يجوز تحريم الحلال. ولهذا قال الله جل وعلا له: يا أيها النبي، خاطبه بالنبوة كراما له تشريفا له، والله جل وعلا لم يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بالرسالة أو بالنبوة تشريفا له وتكريما له. وأما في الإخبار عنه فإنه يذكر اسمه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد رسول الله الذين معه، هذا من باب الإخبار. أما النداء فإنه يناديه بالنبوة وبالرسالة تشريفا له: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. هذا استفهام إنكار لهذا الشيء الذي حصل، لأن الحلال لا يجوز أن يحرمه المسلم على نفسه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
أمر الله نبيه أن يكفر عن يمينه، فقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي الكفارة، فجعل تحريم الحلال يمينا تحلها الكفارة، وأحاله على ما ذكره في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فحاله على كفارة اليمين المذكورة في سورة المائدة، ودل ذلك على أن تحريم الحلال يمين وأنها تحلها الكفارة، لأن ماريا مباحة له صلى الله عليه وسلم أن يتسرى بها بملك اليمين، والعسل كذلك من الطيبات وهو مباح، فالله جل وعلا أمره أن يكفر عن يمينه وأن يستعمل العسل وأن يتسرى بمملوكته ماريا رضي الله تعالى عنها. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. هذا فيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في أنهم إذا كفروا عن أيمانهم انحلت، وأن الله يعفو ويغفر لهم. ثم عاتب نساء النبي صلى الله عليه وسلم 2 من نسائه، وهما حفصة، هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، فقال سبحانه: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهي حفصة أسر إليها سرا وحدثها بشيء، ولكنها أخبرت بذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منها أن تخبر بذلك، فحصل منها مخالفة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، يعني أخبرت به وأظهره الله عليه، أظهر الله رسوله على أنها أخبرت بهذا السر، عرف بعضه وأعرض عن بعض هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لها ما أفشت وأسر ولم يبين الآخر، سترا على المسألة. فلما نبأها به، يعني أخبرها بما أخبرت من سره صلى الله عليه وسلم معها، قالت: من أنبأك هذا؟ من الذي أخبرك؟ مع أنها ما عندهم أحد، ولم يطلع أحد على ما قالته. قال: نبأني العليم الخبير، وهو الله جل وعلا، فهو الذي أخبره بذلك. ثم وجه الخطاب إليهما فقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ما عرض عليهما التوبة، لأن قلوبهما قد صغت، يعني مالت. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه تتعاون على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصره، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، كلهم ينصرون الرسول صلى الله عليه وسلم، الله
وجبريل وصالح المؤمنين وهما أبو بكر وعمر، والملائكة بعد ذلك ظاهرون هؤلاء ويعينونهم على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حاصل القصة التي حصلت، ودل هذا على أنه لا يجوز تحريم الحلال، وأنه إذا حرمه تكون يمينا مكفرة، وأن كفارتها كفارة اليمين. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأسئلة التي وردت للبرنامج، يقول السائل: صلينا على جنازة في مسجد المستشفى، ولما وصلنا إلى المقبرة صلى الناس على الجنازة فصليت معهم، فهل هذا جائز؟ هذا جائز، ولكن لو اقتصرت على الصلاة الأولى فإنها تكفي. نعم، يقول: هل علي وأنا أسافر ما بين الرياض والدمام وما بين الرياض وجدة، حيث أنني أجوب مدن المملكة، هل علي صلاة لسنن الرواتب؟ إذا قصرت الصلاة الرباعية فإنك لا تصلي معها الرواتب إلا راتبة الفجر، فإن راتبة الفجر لا تترك لا حضرا ولا سفرا. أما إذا قصرت الرباعية في السفر فلا تصلي الراتبة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة، فالله خفف عنك، فأنت لا تأتي بالراتبة إلا راتبة الفجر. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ السائل الشيخ صالح يسأل عن الصاع النبوي، كم يعادل بالكيلو؟ الصاع النبوي 4 أمداد بكفي المعتدل الخلقة، يعني 4 حفنات بكفي معتدل الخلقة مبسوطتين مجموعتين، ويقدر الصاع النبوي بالكيلو 3 كيلو تقريبا. هذا الذي عليه الفتوى الآن أنه 3 كيلو تقريبا. نعم، نذكر الإخوة والأخوات لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ في برنامج فتاوى على الهواء، وتليفون البرنامج سيخرج على الشاشة قريبا. ومعنا متصل خالد من الرياض، تفضل خالد. خالد، السلام عليكم خالد. خالد، طيب فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من يقول توكلت على الله ثم عليك في أن تعمل هذا العمل بإتقان؟ لا يصلح تقول توكلت على فلان، التوكل عبادة ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا اللفظ لا يقال، وإنما تقول وكلتك، تقول لأخيك وكلتك، ولا تقول توكلت عليك، لأن هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، طيب يقول يا شيخ: حكم من ينام عن صلاة الفجر بحجة أنه يسهر الليل في غرض الدراسة والامتحانات، وما توجيهكم للذين يقبلون على الامتحانات؟ هذا لا يجوز. لو أنه يصلي الليل يتهجد وينام عن صلاة الفجر لم يجوز له ذلك. لو أنه يتلو القرآن في الليل وينام عن صلاة الفجر لم يجوز له ذلك. وكذلك الدراسة التي تسبب فوات صلاة الفجر لا تجوز، لا بد أن ينام من أول الليل أو من آخره، ويأخذ راحته وقسطه من النوم لأجل أن يصلي الفجر، لأنها فرض ركن من أركان الإسلام، فلا يتساهل في شأنها ويزاحمها بالدراسة أو ما أشبه ذلك.
نعم. طيب ناخذ ثامر من الدمام، تفضل يا ثامر. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. انا عندي ثلاث اسئله مختصره لو سمحت. تفضل. السؤال الاول، في بعض التلاوات يقلبون الحرف الهاء يقلبون هياء، يعني مثلا القيامه يقولون القيامه، فما ادري ما الحكم من الشيء هذا. السؤال الثاني، ما الحكمه من التدرج في تحريم اللي هو الخمر في القران؟ لماذا لم يتم تحريمها كليا في القران يعني في الايه الاولى؟ والسؤال الثالث، كيف نحدد الايه اذا كانت متشابهه او محكمه؟ وشكرا لك. طيب. نعم. يقول قلب الياء تاء في بعض التلاوات. هذه قراءات مشهوره وهي القراءات السبع أو القراءات العشر، فلا ما لا بأس بي أو أنها تقرأ ويؤدى بها القرآن لأنها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعترض عليها أحد. نعم. تحريم الخمر جاء في القرآن تدريجيا يا شيخ. الحكمة في ذلك أن الناس كانوا مغرقين في شرب الخمر ويصعب عليهم تركه دفعة واحدة، فلذلك رفق الله بهم وحرمه تدريجيا. أولا قال يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذا تنفير من الخمر لأن إثمه أكبر من نفعه، والعاقل لا يقدم على شيء إثمه أكبر من نفعه. ثم إن الله في المرحلة الثانية حرمه في حال الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم نقلهم إلى المرتبة الأخيرة وهي التحريم الحاسم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا انتهينا. فهذا الحكمة فيه التدريج والرفق بهم لأنهم مغرقون في شربه ومتأصلة عندهم، ولا أو يشق عليهم أن يتركوها وأن يبتعدوا عنها جملة واحدة حتى يكون هذا من باب التدريج والتسهيل عليهم، فهذا من التدرج في التشريع. نعم. يقول الشيخ السائل قبل قليل، تحديد المتشابه والمحكم في القرآن، هذا ضبطه العلماء بأن المحكم هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى نص آخر، إلى نص آخر، هو واضح من نفسه ومعناه معلوم عند المخاطبين. وأما المتشابه فهو الذي لا يظهر معناه إلا بإرجاعه إلى المحكم. قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا يشمل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، فلا بد من معرفة هذه الأمور. فإذا كان النص احتاج في بيانه إلى دليل آخر يفسره ويوضحه أو يقيده أو هو منسوخ لم يجوز لك أن تعمل به حتى تتأكد من هذه الأمور. نعم. ناخذ السؤال الثالث. نعم هذا هو السؤال الثالث. هذا هو السؤال الثالث. لا هو جاب ثلاثة أسئلة. إيه، عن التلاوة الأولى والحكمة من تحريم الخمر وتحديد المتشابه.
عبد الله من الدمام معنا على الخط. عبد الله تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. ارتداد. خفضوا التلفزيون شوي، صوت التلفزيون، او بعد شوي عن التلفزيون. عبد الله تفضل. ابشر. تفضل يا اخي. ابشر ابشر. تفضل. شيخ صالح، اشهد الله انا نحبك في الله. جزاكم الله خير. يا شيخ بغيت اسالك، عندي بنت تبلغ من العمر حاليا 8 سنوات من طليقه سابقه، وعندي متزوج وعندي اطفال، فابي اسال عن حضانه البنت. نعم، من زوجه سابقه. نعم، وعندي اطفال ومتزوج حاليا ومستقر واعمل معلم، وانا في الدمام وهم في الرياض، حبيت اسال يا فضيله الشيخ. طيب، أم البنت ليست في عصمتك؟ لا. نعم؟ لا ليست في عصمتي. هذه مرجعها للقضاء، ولكن إذا صلحتم بينكم فالصلح خير، ولكن القاعدة أن البنت إذا بلغت سن التمييز يتسلمها أبوها حتى تتزوج. هذه القاعدة، أما الأحوال العارضة تختلف، هذه لابد من القاضي، إلا إذا اصطلحتم أنتم بينكم. نعم. شكرا، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول، ما الحكم في ذهاب الشخص عند بعض الرقاة الذين يقولون بأنهم يستعينون بالجن المسلم أو بالجن المسلم أو بالملائكة؟ بارك الله فيكم. هؤلاء مشعوذون ومخرفون، ولا يجوز الذهاب إليهم، لأنه لا يجوز الاستعانة بالجن. الاستعانة بالجن لا تجوز، ولا الاستعانة بالأموات، ولا الاستعانة بالغائبين. إنما يستعان بالحي الحاضر الذي يقدر على ما تطلبه منه، الحي الحاضر الذي يقدر أن يعينك على ما تطلبه منه. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعان عليه إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا، الشيخ صالح يقول بأنني أخصص نصف ساعة كل يوم لمحاسبة نفسي، أجلس مع نفسي في خلوة وأدون ماذا عملت من الصالحات وماذا أخطأت، هل هذا من هدي السلف؟ بدون تدوين يا أخي، الحمد لله، حاسب نفسك وتب من السيئات وأكثر من الحسنات بدون أنك تجيب دفتر وتقيد وتدون، هذا تكلف. نعم، ما زلنا مع الاتصالات مع الإخوة والأخوات في فتاوى على الهواء. انتظار الصلاة بعد الصلاة، ما المراد به مأجورين في الحديث؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة أنه يجلس في المسجد يصلي مثلا الظهر ويجلس ينتظر العصر، وكذلك إذا صلى العصر يجلس ينتظر المغرب، وكذلك إذا صلى المغرب ينتظر صلاة العشاء في المسجد. هذا انتظار الصلاة بعد الصلاة. وقيل انتظار الصلاة أن يعزم على أنه يصلي المقبلة، إذا صلى الصلاة الحاضرة فإنه يعزم على أن يصلي الصلاة المستقبلة، ينوي ذلك ليؤجر عليه ولو لم يكن في المسجد. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل، فضيلة الشيخ، أرى بعض المصلين عندما يسجد يضع طرفا من الغترة تحت وجهه، فما حكم هذا العمل علما بأننا نصلي على فرش وسجاد جيدة؟ إذا احتاج إلى هذا فلا بأس، كأن يكون الفراش فيه رائحة، أو هو عنده حساسية، أو في المكان شوك أو حصى أو حرارة الأرض، لا بأس أن يجعل وقاية يسجد عليها عند الحاجة. نعم، تفضل يا أخي أبو صالح من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. تفضل. حياك الله. عندنا سؤال، ترى في ارتداد. يا ابو صالح لو سمحت تخفض شوي من التلفزيون. تخفض. تفضل اطرح سؤالك. الان
نمت بعد صلاة العصر اليوم، وما قمت إلا على أذان العشاء. راحت علي صلاة المغرب، بعدين قمت في أثناء يصلون العشاء صليت معهم المغرب. هل هذا التصرف صحيح أو غير صحيح؟ كيف صليت المغرب؟ صليت إيش قلت؟ دخلت في صلاة العشاء بنية المغرب. إيه وش عملت؟ فيه ارتداد يا شيخ. طيب. فاتتني ركعة واحدة. ودخلت معهم. نعم. ثلاث ركعات بنية المغرب. إيه طيب. إنما الأعمال بالنيات، وأنت نويت المغرب ولم تزد فيها شيئا، وإنما صليت ثلاث ركعات صلاة المغرب، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هل ورد شيء شيخ بأن الملائكة يصلون على ميامن الصفوف، وما الحكمة في ذلك؟ مأجورين؟ نعم، ورد أن الملائكة صلي على ميامن الصفوف، يعني تستغفر للقائمين في ميمنة الصف، لأن ميمنة الصف أفضل، لأن ميمنة الصف أفضل من الميسرة، فهذا مما يرغب في أن يكون الإنسان في يمين الصف، إلا إذا كان يمين الصف بعيدا عن الإمام ويساره قريب من الإمام، يسمع الإمام ويراه، فالميسرة هنا أفضل، لأن الفضيلة إذا رجعت، إذا تعارضت الفضيلة، فضيلة المكان مع فضيلة العبادة، فضيلة في العبادة وفضيلة في مكان العبادة، فترجح فضيلة مكان العبادة على فضيلة نفس العبادة. نعم. الحقيقة أود أن أذكر الزملاء في الكنترول المتصل، لابد أنه ينبه إلى تخفيض الصوت قبل تحويل المكالمة علينا، لأن هناك ارتداد ما بين المتصل في جواله أو في هاتفه وما بين المجيب الشيخ حفظه الله. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة أم عبد الله. أقول لحظة. تفضل يا شيخ. لحظة. تفضل. إكمال للجواب. نعم. أقول يعني الفضيلة العائدة إلى نفس العبادة أفضل. نعم. من الفضيلة، أو تقدم الفضيلة العائدة إلى نفس العبادة على الفضيلة العائدة إلى مكان العبادة. فإذا كان الميسرة أقرب إلى الإمام، يسمعه ويراه ويتقن الصلاة خلفه، فهذا أفضل من الميمنة البعيدة. نعم. أحسن الله إليك الشيخ. الأخت أم أسامة تقول: وضع اليدين على الأرض للقيام للركعة التالية، أي تتكي على الأرض؟ إذا كانت تحتاج إلى هذا لمرض أو لكبر لا بأس، أما إذا كانت نشيطة فإنها تقوم على رجليها، على ركبتيها، تعتمد على ركبتيها وتقوم. نعم. تقول السائلة: إذا كنت يا شيخ أيضا أصلي النوافل على كرسي، هل هذا مثل وأنا قائمة؟ إذا صلت على كرسي إن كان لحاجة عاجزة عن القيام فهي مثل القائم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كانت تستطيع القيام فإنه يجوز أن تصلي النافلة قاعدة، لكن ليس لها إلا نصف أجر القائم. نعم. السائل يقول: يا شيخ، في مصلانا في العمل أريد أن أسأل الشيخ صالح عن القول الراجح في صلاة الفرد خلف الصف، هل تجوز وما الأجر في ذلك؟ هذا في حديث، في نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف، ورأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، فلا يصلي وحده خلف الصف حتى يصف معه آخر، أو يدخل في الصف، أو ينتظر من يأتي. نعم. السائل يقول: أنا صاحب محلات تجارية شيخ، ويمر الحول في على هذه الأغراض والبضائع في الدكان، فكيف أزكيها؟ مأجورين. نعم، إذا كان عندك بضائع تريدها للبيع وتم الحول على قيمتها، تم الحول على قيمتها التي اشتريتها به، حولها حول قيمتها،
فإنك تقومها أي تثمنها بما تساوي عند تمام الحول على قيمتها وتخرج ربع العشر. نعم. تفضل أخي مصلح من الجوف معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام يا شيخ، بارك الله فيك. في دكتور بالجامعة يشرح للطالبات، يقول ان تأخير الصلاة ما في إثم، تأخير الصلاة عادي، للصلاة اللي بعدها ما في مشكلة بدون عذر، فما رأيكم في ذلك؟ السلام عليكم. هذا غلط، تأخيرها يعني إخراجها عن وقتها هذا لا يجوز بدون عذر، إلا لناوي الجمع، إذا كان يجوز له الجمع يجوز يؤخر الأولى مع الثانية، أو أنه يشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، فإنه إذا حصل الشرط يصلي ولو خرج الوقت. أما إذا كان الشروط متوفرة ولا يريد الجمع فلا يجوز. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأنا أنصح هؤلاء الذين يفتون الناس من المدرسين وغير المدرسين أن يتأكدوا من فتواهم وأنها موافقة للدليل وعند الحاجة، ولا يتسرعوا في الفتوى ويضلون الناس في فتاواهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: الشيخ، ما حكم قصر الصلاة وكذلك الجمع للدارس أو الذي يعمل في الخارج؟ إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام انقطع السفر، فيلزمه إتمام الصلاة ويلزمه الصيام في رمضان، لأنه غير مسافر، انقطع سفره بالإقامة الطويلة سواء للدراسة أو لغيرها. نعم. ماجد تفضل معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ صالح، عندي سؤال بالنسبة للتورق، وسؤالي يا شيخ: في من يتخذ سلعة لبيعها وليس هدفه البيع أصالة ولا السلعة، وليس المشتري في حاجة أصل للسلعة أبدا، وإنما حاجته للمال فقط، وتتخذ هذه الطريقة للتورق والتمويل وزيادة أرباح المقصد، فما الحكم؟ أفتونا مأجورين، وجزاك الله عنا كل خير. طيب يا أخي، إذا احتاج إلى التورق وانضبط بشروطه لا بأس. إذا كانت السلعة عند البائع قبل العقد، يملكها البائع الدائن قبل أن يعقد عليها، واشتراها منه المدين وقبضها ونقلها من مكانه وباعها في مكان آخر، فلا بأس بذلك عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم، ولا سيما للحاجة لابد من هذه الضوابط. نعم. وأيضا نسأل الشيخ عن البيع الآخر، وهو بيع العينة، وما صفته؟ بيع العينة هي نفس التورق، إذا اشتراها الدائن الذي باعها الأول، اشتراها بأقل من ثمنها، اشتراها من المدين بأقل من ثمنها قبل السداد، هذه هي العينة، لأنه رجع إليه عين ماله، وصار هذا البيع حيلة إلى الربا. نعم. محسن من الرياض معنا على الخط، تفضل محسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. في طال عمرك شخص توفي عمره 80 سنة، ودفنوه مع أبوه ميت له 20 سنة، لبش القبر ودفن معه، هل هذا جائز ولا ما هو جائز؟ هذا غير جائز، القبر صار منزلا لمن سبق إليه، ولا يجوز نبشه وإدخال ميت آخر عليه، لا يجوز هذا. نعم. شيخ صالح، يعني في مثل هذا السؤال، بعض الناس يقوم بأعمال لا يستشير فيها أو لا يسأل فيها العلماء. أي الذنب عليه والإثم عليه، قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يجوز له يتصرف بدون علم أو بدون فتوى من أهل العلم. نعم. هل التوسل بدعاء الصالحين جائز؟ نعم،
التوسل بدعاء الصالحين جائز، أن تطلب من الرجل صالح أن يدعو لك لا بأس بذلك. طلب عمر رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب أن يدعو الله للمسلمين بالسقيا في لما أجدبوا، فدل هذا على أن طلب الدعاء من الصالحين أنه أمر جائز، وهذا توسل جائز، توسل بدعاء الصالحين. نعم. كذلك كذلك معاوية رضي الله عنه طلب من أبي يزيد الجرشي أن يدعو للمسلمين بالسقيا كما فعل عمر رضي الله عنه. هذان صحابيان جليلان طلب الدعاء من الصالحين للمسلمين. نعم، فيدعو يطلب لنفسه أو للمسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت في سفر الشيخ وجمعت جمع تقديم، هل بقية الصلوات يؤتى بها كذلك؟ إذا كنت في سفر وجمعت جمع تقديم، هذا يختلف. إذا كان أنه دخل وقت الأولى قبل أن تسافر من منزلك الذي في السفر، ما هو اللي في البلد، إذا دخل وقت الأولى وأنت في منزلك للراحة، نزلت للراحة ودخل عليك وقت الأولى قبل أن ترحل من مكانك ذلك، فإنك تقدم الصلاة البعدية وتجمعها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما جاء في رواية في الصحيح. وأما إذا دخل وقت إذا سافر قبل أن يدخل وقت الأولى، سافر من منزله في البر أو في الطريق قبل أن يدخل وقت الأولى، فإنه يؤخر الأولى وينوي جمعها مع الثانية ويستمر في سيره. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجمع التأخير وجمع التقديم كلاهما جائز، ويفعل ما هو أريح له. نعم، نختم هذا اللقاء به. طيب، نختم هذا اللقاء بسؤال يقول فيه السائل: ما هي موانع قبول الدعاء؟ موانع قبول الدعاء: إذا كان فيه اعتداء على أحد وظلم لأحد فلا يقبل. ومن موانع قبول الدعاء أكل الحرام، قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يمد يديه يا رب يا رب في السفر، يمد يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وكذلك من موانع قبول الدعاء أن يدعو وقلبه غافل، لا يحضر قلبه عند الدعاء ولا يوقن بالإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن. نعم، نختم هذا اللقاء بالفقرة الأخيرة: ضابط قبول الهدية يا شيخ صالح؟ إذا لم يكن مسؤولا موظفا، إذا لم يكن من المسؤولين فلا بأس بقبول الهدية، بل الهدية مرغب فيها لأنها تسل السخائم من الصدور وتؤلف بين الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. أما إذا كان موظفا ومسؤولا فلا يقبل الهدايا من المراجعين أو الذين يتوقع أنهم سيكون لهم مراجعة عنده، هذه رشوة حرام وسحت. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشية والمرتشي والرائش. هذا هو السحت وهذا هو الحرام، وملعون من فعل الرشوة سواء دفعها أو أخذها أو سعى فيها، كلهم ملعونون، ينص هذا الحديث. ولو لم تسمى رشوة، ولو سميت هدية، ولو سميت أتعاب، أو سميت غير ذلك، أو تبرع أو ما أشبه ذلك، ولا أيضا يتعين أن تكون مال، بل يمكن منفعة، يركب سيارته ويحمل على سيارته
يسكن في بيته وهكذا. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. شكر الله لكم شيخنا الكريم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وجزاكم عن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا لفريق العمل في منزل الشيخ صالح، والشكر موصول لزملائي معي في الاستوديو، هذا زميلي مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعمرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.